أنا آسف بريتا، كنت عم فش خلقي وبجوز انفعلت شوي وعيطت. أنا عن جد بعتذر كثير إذا ضايقتك بكلامي، آسف. بترجاك لا بقى تعتذر، ما كان بدي يصير هيك، وكثير حاولت إنه خليهم يتغيروا للأحسن بس ما قدرت. أنا آسفة لأني اضطريت أحكي لك وأكسر لك قلبك بسببها. منيح إنه انكسر، أحياناً وجع القلب منيح، وأوقات بتكون المشاكل يلي مثل هاي مفيدة كتير للإنسان، بس بتخلينا نعرف الشغلات البشعة يلي مخباية ما عاد أوثق فيها، وبيجوز ما أقدر أوثق بأي حدا تاني يا بريتا. بس بوعدك ما رح أخسر شغلي ووقف حياتي كرمالهم بالمرة، لأنه شغلي مهم إلي ولعائلتي، ورح أحمي عائلتي ودافع عن شغلي. تركت كاران لحاله بالشغل، اضطريت أترك أخي كل هالوقت لحاله. كاران رجع من شوي وأنا فهمانتك. ما بعرف شو قلك، بس انتبهي على حالك. شو لوين رايح؟ انت صاير محتال كبير. ها، في كتير ناس محتالين يا أخي، رح تعرفهم بعدين. شو قصدك؟ ليك إذا بدك ياني روح معك مرة تانية ما رح روحها. أنت لازم ترتاح، ما في داعي تروح لمكان، بس خليك معي كاران. اتفقنا. أنت منيح؟ إيه أنا منيح. وين رايح؟ رايح الحفلة، بسهر هنيك ومنه بشوف كمان شو وضع الشغل. روح. شو صاير له؟ ليش هيك مزعوج؟ أنا بسأله بعدين، مو مشكلة، انسي. صحيح، وين أبي هو؟ هي بغرفة أهلك. أنا بس كان بدي أكشف الحقيقة، بس ما توقعت أنه الصدمة أثر على ريشاب لهي الدرجة. لازم خبر بريدفي أنه ريشاب عرف كل شي عنا. بريدفي؟ رجعتي؟ أنا جيت لهون لأسأل بريدفي إذا رجعتي على البيت، قام لقيتك هون. ليش؟ بدك مني شي؟ كان بدي أسألك، بتشربي شاي معي؟ شو؟ شيرلين؟ حياتك ما سألتيني إذا كان بدي أشرب شاي، شو القصة؟ معقول يا كريتيكا؟ بس شفت ما في حدا بالبيت وإجا عبالي أشرب شاي، وما حبيت أشربه لحالي، وشاحن موبايلي انتزع، فيني استعار هذا الشاحن؟ بريدفي أنا بورطة كتير كبيرة، ما بعرف شو لازم. كريتيكا؟ نعم ستي.